هاي الحمد لله سيطرنا عليها بالليل. احنا من طيبة شي ساعة ثلاثة بالليل تقريبا نحن موجودين هون. الحمد لله الورج البريج بعد عنا 200 متر. قرب شيخي بس مشان تصور دوار البريج. دوار البريج بعد عنا 200 متر. الكلاب الاسد هربوا بالسوزكيات. بالسوزكيات انهزموا اليوم الحمد لله رب العالمين. هذيك هي مطحنة صارت تحت مرمى النيران الحمد لله رب العالمين. والله الشباب هم طلعين الحمد لله رب العالمين. في هيك ساتر تراب حجر حجر كوه مبين بعد 5 دقائق عادي عادي. والله الاخوه اليوم سحبوا وش اسمه جسد كلب من الكلاب الاسد بالجرف في الوادي. هذيك الضيعه ضيعه البريج، هذاك معمل مطحنه خلوف، وهذيك في المدينه الصناعيه دوار البريج. الحمد لله رب العالمين. هون الكلاب هلا مو موجودين هون تقريبا. شو الاعلامي عندنا؟ صار قفل غلط. ايوه هو بس شو هي؟ شو هي؟ الاعلامي عندنا؟ شو تجمعوا؟ لا لا، قلت خطاب عم تكبير الله.